الحمد لله الذي بعث لك بتلك القضية كي أراك يا شرف الدين. أعذرني يا شيخي، فما كدت أصل الفسطاط حتى رأيت الدنيا غير الدنيا التي عهدتها فيها من قبل. سبحان الله، سبحان من له الدوام، يغير ولا تغير، سبحان الحي الدائم. سبحان الله، صدقت والله يا شيخي، دوام الحال من المحال، فكما حال الخير لا يدوم كذا حال الشر. هذا هو شرف الدين، دائم التفاؤل، لا يعرف التشاؤم إلى قلبه سبيلا. وهل تعرف أنت السبيل إلى هذه الكتب فتأتيني بها يا شيخي؟ أما زلت متعجلا يا ولد؟ أتذكر يوم أذكر والله يا شيخ، أذكر وأذكر كذلك كل ما علمتني إياه. نعم، لكل حين حينه، وتلك الحياة مقادير موقوتة. أذكر يا شيخ، المهم أن تذكر أنت أنني قاض، قاض وقته ملك للناس وليس ملكه هو. هيا هيا يا شيخ، بارك الله فيك. دعنا نسترح هنا قليلا ثم نواصل المسير بعد ذلك. أنا من يحمل الكتب لا أنت. وأنا العجوز لا أنت. استرح. أنت لم تحضرني إلى هنا لكي أحمل عنك الكتب. وأنت لم تأتي معي لكي تحمل الكتب. حسن، عظيم، لما حملتني إياها كل هذا الضرب؟ وكلانا لا يحتاجها. بل كلانا يحتاجها، كلانا يحتاجها، ولكن ليس الآن. لا تقل لي إنك ستعلمني القراءة والكتابة. أنا؟ معاذ الله، أنا لا أتعب نفسي مع شاب ميؤوس منه مثلي. وما حاجتي إليها إذن؟ الغاية التي تجمعنا. عدنا للبداية؟ نعم، سنعود للبداية. قل لي يا أوس، لما فتحت لي دارك ورفضت أن تأخذ النقود؟ أجبتك عن ذلك من قبل كي أساعدك في القضاء على تلك الساحرة. المساعدة لا تكون بأن يعمل كل واحد منا منفردا. قل لي ماذا تريده مني وسأفعله. أن تروي لي قصتك معها. وما شأن هذا فيما اتفقنا عليه؟ كيف أحارب عدوا أنا لا أعرف عنه شيئا؟ ثم إن كان من يحقد عليها نفسه يكتم عني سر حقده عليها، فما بالك بمن يصدقونها؟